السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شوكم شباب؟ إن شاء الله بخير. اليوم صورت التجربة اللي هي determination of boiling point داخل المختبر، طبعا باستئذان من دكتورة رغد. بالبداية لو تلاحظون انه الدكتورة محاضرة هوت بليت، طبعا راح تصيرون ثلاث جروبات، عندكم هوت بليت، عندكم كلامب، هذا كلامب باثنين ستاند، هذا العفو الستاند باثنين كلامب، كلامب اللي هو يصير اسفل وكلامب يصير بالاعلى، تمام. شنو الموجود عندكم؟ عندكم بيكر يحتوي على 100 ملي لتر من ماده الجليسرين، تمام. طبعا تستخدم الجليسرين اللي هو اكثر امان، تمام. فانت مجرد تجيب هذا البيكر تخليه على الهوت بليت، طبعا لازم يكون بالنص، تمام. تخلي بالكلامب الاسفل، تخلي تيست تيوب، تمام، تيست تيوب. لو تلاحظ هذا تيست تيوب، تخلي تقريبا تسحب بالدروبر، تسحب من شو يسمونه، من الماده المجهوله، تمام، اللي هي النون انجريدينتس، الماده المجهوله، او العفو السلوشن المجهول، هو مو ماده، هو راح يكون محلول مجهول. لازم تعرف البويلينج بوينت ماده. راح تاخذ بالدروبر تقريبا ثلاث ارباع التيست تيوب، يعني تقريبا مو تترسها، تقريبا 80%، تمام، 80% تخلي عليها الماده المجهوله، تمام. فبالتيست تيوب راح تخلي الماده المجهوله عندك، انت اوريدي 100 ملل الدكتوره مجهزت لك من ماده الجليسرين. انت ايش راح تسوي؟ راح تخلي البيكر بالهوت بليت، بالكلامب اللي هو جوا صاير، راح تخلي التيست تيوب، تخلي بالدروبر، تخلي بيها شو اسمه المادة المجهولة، وشنو بالكلامب الفوق، تمام. الكلامب الفوق راح تخلي ثرموميتر، طبعا شنو بالبداية ثرموميتر، راح تسوي بالربر اللي هي شو اسمه الاستيكة، تمام، وي الكابيلاري تيوب، تمام. الكابيلاري تيوب المفروض بهذه التجربة النهاية مالتها المغلقة فوق، تمام، النهاية المغلقة فوق راح تكون، بس النهاية المفتوحة تكون داخل التيست تيوب، تمام، داخل هذا المحلول اللي موجود بالتيست تيوب، محلول المجهول، تمام. فانت ايش راح تسوي؟ راح تلصق او شو اسمه تشد الثيرموميتر مع الكابيلاري تيوب، بس تكون الكابيلاري تيوب الجهة المفتوحة مالته الى الاسفل، تمام. فلو تلاحظ مثل ما تشوف بالتجربة هيك طبقنا، راح نخلي الثيرموميتر بالكلامب الفوق مع ال شو اسمه مع الكابيلاري تيوب، طبعا دمجناهن او لصقناهن بالربر، تمام. هسه لو تلاحظ هنا خلينا الثيرموميتر، شوفوا دقيقة، الثيرموميتر هذا الربر هذا، شوفوا هذا اللي يسمونه اللاستيكي، وهنا الكابيلاري تيوب النهاية مالته المفتوحة الى الاسفل داخل التيست تيوب، تمام. هسه تريد تحسب القراءة، انت تخلي بس ورقة وتشوف، لو تلاحظ هذا الخط الاسود الناعم، شوفوا هسه هنا على 30، تمام، احنا بعدنا مش شغلين الهوت بليت، فدرجة درجة الغليان 30 هي تقريبا، فاحنا راح نشغل، مجرد راح نخلي هذا على 5 لستر، والهيت راح نخليه الى ماكس، تمام، الهيت ماكس، تمام. هسه راح تاخذ لها، طبعا اوريدي موجوده، لو تلاحظ هذه كبسوله، هذه اوريدي موجوده، الدكتوره مخليتها بالبيكر اللي هو يحتوي على جليسرين 100 ملل من الجليسرين. هذه فائدتها، تسرع لك من عمليه الهيت والستيرنج، تمام، تمام. لو تلاحظ انه بعد تقريبا فتره، مده تقريبا ما اعرف 10 دقائق اكثر، لان هي تجربه تحتاج صبر، لازم هذا التيست تيوب اللي يحتوي على المادة العفو السائل المجهول لازم يطلع منه هذه الفقاعات، تمام، هذا يسمونها، نسيت المصطلح ماله بالانجليش، بس هذه الفقاعات لازم تطلع تطلع تطلع. من تطلع الفقاعات تبدي انت راح توقف الهوت بليت وتحسب التي 1، اوكي، هذا التي 1 من تطلع الفقاعات من تيست تيوب، هذا التي 1، تمام، هذا التي 1. هسه ايش قد تقريبا؟ طبعا هي بعتها لحد هنا، بعتها 70، اخذت لها فتره، لو تلاحظ اخذت لها فتره تطلع فقاعات من التيست تيوب، تمام. فتقريبا حسبناها اعتقد 95 مادي، تمام، تلاحظ تطلع فقاعات، بس لازم تخليها بعد اكثر تطلع فقاعات. اول ما تطلع فقاعات راح توقف الهوت بليت هذا،
تحسب ايش قد عندك البويلينج بوينت. ايش تسوي؟ طبعا راح تخلي طالب يوقف الهوت بليت، تمام، بالدقمه، يدوس الدقمه هذيك اللي هناك. طالب يحسب ايش قد البويلينج بوينت، تمام، ايش قد مهمتين. طالب ايش راح يسوي؟ راح يكظ بالكلينس شو اسمه البيكر اللي انحار، راح يكظ بالكلينس. طالب رابع راح يسحب الهوت بليت، والطالب الخامس راح يجيب البيكر الثاني يخليه جوا البيكر هذا الاول. لو تلاحظ هسه بالعمليه انه واحد من الشباب يقرا بالبويلينج بوينت وسجاد كاظ هذا البيكر بالكلينس. لو تلاحظ اني سحبت الهوت بليت، صديقتنا جابت البيكر هذا، تمام، خليته جوا البيكر اللي يحتوي على الجليسرين ويحتوي على هاي الحبة شوكولاتة، تمام، كاملة. فالحد هنا تقريبا احنا خلصنا 3/4 الشغل، خلصنا 90% من التجربة. بعد ما سجلنا البويلينج بوينت الاول اللي هو ما اعرف يعني ما اتاكد، اعتقد 95، اعتقد 95 بالضبط 95. هذا التي 1، التي 2 شو وقت شباب؟ من تنملي الكابيلر تيوب، من يعني من يدخل الماء الى الكابيلر تيوب اللي هي تصير قلنا مدمجه مع الثيرموميتر، هذه تكون انت راح تحسب هذا، شوفوها باللون هذا، راح تحسب من تدخل الماء الى الكابيلر تيوب راح تحسب التي 2. وهذه كانت التجربه يعني بكل بساطه، اتمنى وضحتها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.